بس مباشر، ده تأليف الأستاذ طارق رمضان وإخراج الأستاذ مرقص عادل ومدير تصوير الأستاذ وائل يوسف وإنتاج الأستاذ أحمد بجة والأستاذ مراد والأستاذ ريمون، يعني معظمهم أول تجارب ليهم في مجال السينما ما عدا الأستاذ وائل يوسف مدير التصوير. ألو فيلم بس مباشر أحداثه كلها بتدور في ليلة فيها توريطة لبطل الفيلم فارس، اسمه فارس، ده ضابط موقوف عن العمل، ضابط شرطة موقوف عن العمل، فجأة بيلاقي نفسه سايق عربية بوكس شرطة وفيها عساكر مش بتاعته البوكس، وبيلاحق وبيطارد حرامية هو ما يعرفهمش. توريطة الأحداث كلها في ليلة واحدة، أكشن كوميدي، ساسبنس كوميدي، في خط رومانسي، في حالة إنسانية قلما نشوفها في أفلام كوميدي دلوقتي. تحس إن أول ما قريت الفيلم حسيت إن حاجة زي ليلة ساخنة، فيلم ليلة ساخنة بتاع أستاذنا عاطف الطيب والأستاذ نور الشريف رحمة الله عليهم. فيلم قيم جدا، زي كرة التلج اللي بتبتدي صغيرة وعبر الزمن وهي بتجري بتكبر بتكبر بتكبر، بيزيد التورط والورطة، بتزداد سوء أكتر بظهور شخصية درامية في الفيلم بيصور الأحداث اللي بيعملها فارس، وإن هو البوكس اللي بيبتدي فاضي بينتهي في نهاية الليلة مكتظ بقضايا وحاجات كده، ورجال أعمال وأصحاب قنوات خاصة كلهم فاسدين وضد البلد ومدعين بيقولوا إن إحنا بنحب البلد وهم ما بيحبوش ده، فبنشوف إن البطل مهموم بالغلبان بالمواطن المصري الحقيقي، وده بيتنقل بس مباشر عن طريق الشخصية دي لكل البيوت على السوشيال ميديا، بيتنقل كمان للقنوات الفضائية، فبيعمل نسبة مشاهدة عالية جدا، بتتحول الليلة دي بيتحول بطل الفيلم اللي هو بطل الشعب بتاع الناس اللي بيتفرجوا عليه ده وبيحسوا بيه قوي لأنه هو حاسس بيهم، بتتحول الليلة كلها ان مصر كلها بتتفرج على البطل ده، وده بينبع منه بيتفجر منه مواقف كوميدي لغاية في الآخر لما خلاص البوكس بيتملي بيقوم رايح لوزير الداخلية بيديله كل الحاجات دي، ومشهد مهيب في الآخر، مشهد قوي جدا في المحكمة، بندخل نلاقي المحكمة مكتظة بالشعب المصري، مكتظة بالمواطن المصري الغلبان اللي حس بالبطل ده ان هو واقف جنبه وبتاع، فهو بالتالي بيقف ورا البطل وبيقف جنبه لغاية لما بيظهر الحق في الآخر، وبتنتهي الكوميديا السودة دي بحالة فيها تفاؤل كده إن شاء الله.